هو وابو ذكري؟ بس انا يا ابوي ما رضيتش ابقى معاه. جدع، وعاوز ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، انا قلت اقول لك. ليه ما رحتش معاه بدل ما تقاعد من غير شغل؟ واشارك حد ما تحبهوش ليه؟ جدع يا جوده. يعني راضي عني يا ابوي؟ عمري ما هرضى عنك. ليه بس؟ انت عارف وانا عارف اللي يريحك، بس انت ظالمني يا ابوي. اذا كان على الفلوس والمصاريف هشيع للعيال وامهم بس. مش حكايه فلوس، شيع للعيال وعيال اخوك يتغدوا معايا انا ومهران وعيال كامل، وسيب لنا حكايه خير. ماشي يا خيري، نبدأ اللعب. أيوة مين؟ أهلا يا حد. أهلا أهلا. أنا أقدر أشيع لك 40 نقلة كل يوم. لا، من محضر الحج ابو ذكري، مش من عند الحج محمد. هو كلنا شركاء مع بعضينا، كلنا واحد. معدات، انا اهجر من عندك المعدات ونخصمهم من نقلات. النسبه اللي تقول عليها كم؟ ماشي يا حاج، ماشي، نسبك تغلبنا المره الاولانيه. ماشي يا حاج، ألف سلام، ألف سلام. بص يا ولد، دلوقت في عملية كبيرة هيبعت لكم فيها خيري ولدي. وإحنا نقدر نتأخر عنك ولا عنه؟ أنتم بالخير والبركة، بس أنا وهو عاملين لعبة كده قدام الناس كأننا ضد بعض. بس الحقيقة أنكم مع بعض. تمام، ده عشان خاطر عيون الناس. حويت يا عم الحاج حويت، وربنا يزيدك مخ على مخك. لو خيري بعت لكم روحوا له وخليكم معاه. حاضر يا عم الحاج. وبأي فلوس يديها لكم ماشي. ولو من غير فلوس يا حاج؟ لا هيديكم، وأنا هديكم فوق اللي هيديه لكم. الله يبارك لك يا حاج. تنزلوا الحجر، ساعة التحميل تقولوا لا. ليه يا حاج؟ ما هي دي اللعبة، انتوا تجهزوا وتوضبوا الحجر وما تحملوهوش. ماشي يا حاج، وانا هبقى احمله بعد كده. حاضر يا حاج. اصله مش من محجرنا. امال المحجر مين؟ محجر الحاج ابو ذكري، بس هو شريكنا. انا قلت الحجر من عنده والنقل عندي. ماشي يا حاج. وان سالكم خيري عني؟ لا شفناك ولا قلت لنا. جدعان يا ولد، يلا. في اليوم ازاي؟ وحنجيبه معدات من فين الكل ده؟ انا تصرفت. ده شغل كبير يا معلم خير. امال انت مشارك حد صغير؟ بس العمال اللي عندي قليلين. اشيع اجيب عمال من عند ابوي. هو ده الشغل الكبير يا عم خيري. ده كتير قوي يا حاج. اصل انا داخل شغلانه كبيره قوي، ومحتاج كل العربيات النقل اللي في السوق. اللي عندي مش هيكفي. ربنا يزيدك. الحكومة داخلة موضوع كبير، بس ليا طلب. أؤمر. اللي يطلب منكم عربيات أو لوادر ما تقولوش له، يعني عشان ما حدش يقول الحاج محمد خد العربيات كلها. تقولوا له حاضر، وتمطلوه يومين بس. يومين كتير. تصدق بالله العظيم؟ أصدق. حتى عيالي إيدي ورجلي ما يعرفوش. يا سلام. والأكتر لو ولدي خيري أو جودة طلبوا برضه قولوا لهم حاضر ومطلوب. الموضوع كبير قوي. وإحنا يا حاج هينوبنا من الخب جانب ضعف الأجرة. مش حكاية فلوس. عارف يا حاج، ده أنت الفلوس آخر حاجة هتفكر فيها قبل العيال على طول.
تعصى أوامري؟ ما فيش أوامر خلاص. أكتر من ولدك راضي اللي سلمه قدام عينك. أنا سلمت ولدي اللي ما عنديش أعز منه. وإحنا مش هنستنوا لما تسلمونا واحد واحد. ولد أنا سلمته، لكن أنت هقتلك. إيه يا أخي؟ دي آخرتها. راجل جابنا هنا واحنا كلنا علينا احكام، واشتغلنا وكسبنا، عايزنا نرجع الحرم تاني ليه؟ انت قلت علينا احكام، يعني مش شغله جديده علينا الحرام؟ يعني بعد ما تبقى تاجر محترم تنقل صندوق سلاح من هنا لهنا، ايه؟ عايز ترجع تبقى صايع تاني؟ عايز يبقى صباعي مش تحت درس حد. هقتلك يا هارون. ما خلاص، ما بقتش لا تقتل ولا تجرح يا عم هيضر. كيف يعني؟ يعني نيابك خلع حالك الحج محمد. انا تبت عن القتل ربنا مش الحج محمد. خلاص تبت وعزة حج، سيبنا شوف مصلحتنا. بقول لك ايه يا هارون، على بيمين لو عملت حاجه من ورا ظهري ما هرحمك. كان زمان يا حج هيضري. وريني تقدر تعمل ايه؟ اي اوامر تاني يا حاج خيري؟ عملته كام؟ عندك 120 نقلة جاهزين على الارض. تمام يا ريس تمام، يلا حملوهم. لا كده كفاية، الرجالة تعبوا. نعم، انتوا هتعملوا نص الشغل وتمشوا ولا ايه؟ على كت جهدنا. مين اللي هيحمل عاد؟ يحمل اللي يحمل، احنا اتفقنا عملناه. اتفاق ايه؟ وانا شايفكم تكسروا بس ولا ايه؟ والله يا حاج خيري ما حد فيهم راضي يحمل. رئيس وهبه حمل وخلي يومك يعدي على خير. هم قدامك اهم، قول لهم. وانت شغلتك ايه؟ مش انت رئيس العمال؟ ايوه انا الرئيس، بس مش راضيين. هضربهم؟ اضربهم انا يا وهبه. ليه كده؟ احنا جايين نشتغل ولا جايين نتهانوا؟ وهبه ما تطلعش العفريت اللي جواي. ليه يا بوي؟ هتتزربن علينا ليه؟ خبر ايه يا حجي وهبة؟ مالك؟ حد مسلطك علينا ولا ايه؟ عيب يا حج ابو ذكري، احنا اشتغلنا مع الحج محمد عمره ما قالنا كلمه يفشل. حملوا يا وهبة وهدي العمال اجره زياده، ولو اديتهم 100 اجره كده خلاص. امشوا واشوف غيركم. شوف براحتك، وما حدش هياخد تعريفي. مش عاوزين. هتجيب منين عربيات تحمل كل ده؟ قلت لك ما تقلقش. اسنا يا مش ناقصاك يا حج ابو ذكري، يعني الحجاره دي حتفضل سد المحجر؟ هيجرى لها ايه يعني؟ دي حجاره لا هتبوظ ولا هتخسر. وفي خسارة اكتر من كده يا عم خيري، ما قادرش اطلع دبشايه والحجاره دي على الارض. اسمع، قال لي الحج زايد العربيات هتيجي بكره. بكره ميتة؟ ما قال لك كده امبارح؟ لا جايه بكره، وما تتزربن شيء وتحسسني ان شغلك كان ماشي وانا اللي وقفته. ايوه كان ماشي ووقف. وبعدين يا رئيسنا، هي مش ناقصاك يا حج ابو ذكري، يعني الحجارة دي حتفضل سد المحجر؟ هيجرى لها ايه يعني؟ دي حجارة لا هتبوظ ولا هتخسر. وفي خسارة اكتر من كده يا عم خيري، ما قادرش اطلع دبشاية والحجارة دي على الارض. اسمع، قال لي الحج زايد العربيات هتيجي بكرة. بكرة ميتة؟ ما قال لك كده امبارح؟ لا جاية بكرة، وما تتزربن شيء وتحسسني ان شغلك كان ماشي وانا اللي وقفته. ايوه كان ماشي ووقف. كام نقله في اليوم يعني؟ المهم انه كان ماشي. قلت لك بكره خلاص. اما نشوف اخرتها. بدره رجعت يا محمد. ايه؟ فين؟ وكيف؟ رجعت في عينين زهرة وكلامها. ايه اللي حصل؟ ما بقتش بيت يا محمد. هتقول لي يا حاج احمد امي فين؟ معلش استحملها، ما كانش ليها في الدنيا غيرها.
زمان كنت اقدر اسيب الدنيا وامشي، دلوقتي هسيبها لمين؟ لسه عاوز تهرب وتمشي؟ عشان مش دنيتي وعمرها ما كانت دنيتي. وفي حاجه خربت الدنيا غير كلامك ده وافكارك دي؟ واللي قاعد كسب ايه؟ مش حكايه مكسب وخساره، ده ظرف بيتفرض علينا وعلى كل واحد فينا يواجهه. واجه انت قد ما تقدر، لولا زهره والله لمشي دلوقتي. زهره لو اتجوزت يبقى مشكلتها فضت. مفيش حاجه هتفض غير اعمارنا يا محمد، ما دي قعدت وبنيت وخلفت، خدت ايه؟ الراجل ما يتسالش خدت ايه من دنيتك، يتسال اديت ايه؟ اصبر على روحك شويه يا احمد، ما تزودش همك بالهروب. الحجاره دي حنشيلها على راسنا يا عم خيري. انت هتزعج لي ولا ايه؟ انا ابويا هيعمل لي حساب. وقف عوج وتكلم موزون. شركتيه السودة دي قلت لك اتصرف. طيب اتصرف وخلصنا. واحده واحده يا حاج، 40 نقله بتوع ايه؟ كنت طلبتهم من خيري وما شيعش حاجه وتاخر 3 ايام، وانا كنت متفق معاه على 120 نقله. تتفق معاه ليه وما تقوليش؟ ما قال انكم مع بعض. احنا مع بعض، بس انا اللي كنت هتصرف لك. اديني جيت لك. اوعى تكون اديته فلوس. يعني هناخدوه ببلاش؟ مشكله. طيب انا هبعت لك الحجر من عندي بمعداتي لحد عندك. كلام كبير من راجل كبير ومحترم. امال انت فاكر ايه؟ بس شيع لخيري يبعت لك الفلوس.